النهاردة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مثلت مصر في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي، واللي تحدث فيها ديفيد مالبس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكمان كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. وأشاد رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مشروع الطاقة الشمسية في أسوان، واللي سبق أن تم اختياره من قبل البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم. وأيضا أكدت كريستيلانيا جورجيوفا المدير العام لصندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.